السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح نتعلم طريقة عمل الدوشيز بوتيتو بالكريمة والزبدة، وأتمنى من الجميع يعمل اشتراك في القناة ويضغط زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل الدوشيز بوتيتو في عندنا ما يقارب 3 كيلو من البطاطا، طبعا سلقناها مسبقا وقشرناها وبردناها، طبعا سلقناها حتى نضجت تماما بحيث تصبح سهلة الهرس. طبعا وفي عندنا ما يقارب كوب من جبنة البرمزان المبروشة اللي هي البودرة، طبعا بالإضافة للملح. وفي عندنا 4 بيضات طبعا، وفي عندنا مقدار صحن من الزبدة الذائبة بحارة الغرفة، وملعقة من الفلفل الأبيض بالإضافة لكريمة الطبخ، وفي عندنا جوزة الطيب المبروشة مقدار حبتين. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر الدوشيز بوتيتو. طبعا هذه البطاطا تقدم جانب الأطباق الرئيسية كالأسماك واللحوم والدجاج. الآن البطاطا المسلوقة اللي قشرناها مسبقا راح نطحنها على الماكينة عسل ناعم. ممكن إذا ما توفرت الماكينة عندنا نهرس البطاطا بالإيد هرس. طبعا لما تكون مسلوقة راح تكون طرية جدا وسهلة الهرس باليد. نلاحظ الآن يتم طحن البطاطا المسلوقة على الماكينة بحيث تصبح يعني كالبست معجون. طبعا احنا ذكرنا سابقا انه عندنا يعني ما يقارب 3 كيلو من حبات البطاطا المسلوقة. الآن طبعا بعد ما طحنا البطاطا المسلوقة بالماكينة، الآن طبعا تعجن باليد كما نلاحظ عجنا جيدا. الآن نقوم بإضافة ما يقارب كوب من جبنة البرمزان المبروشة، وتعجن طبعا جيدا باليد. الآن طبعا نضيف رشة من الملح، ونضيف الآن رشة أيضا من اللي هي جوزة الطيب المبروشة ما يقارب حبتين، وطبعا جوزة الطيب حسب الرغبة، ممكن نضيف حبة واحدة أو حسب رغبتنا احنا طبعا بجوزة الطيب. الآن نقوم بإضافة مقدار كوب من الزبدة المذابة، طبعا زبدة إما نباتية أو حيوانية، ويفضل أن تكون زبدة حيوانية. الآن طبعا راح نضيف للثلاثة كيلو بطاطا مهروسة البيض، اللي هو تقريبا يعني 4 بيضات، وطبعا نضيف مقدار كوب من كريمة الطبخ اللي هي الفريش كريم. الآن طبعا نقوم بعجن جميع المكونات مع بعض باليد. طبعا ممكن عجن المكونات مع بعض بالماكينة الكهربائية بالخلاط إن توفر، اللي العجان الكهربائية، أو تعجن باليد حسب المتوفر عندنا في البيت. نلاحظ أن يتم عجن جميع المكونات باليد. طبعا نستمر بالعجن حتى يتجانس المزيج أو الخليط ويصبح طبعا ناعم الملمس.
الآن توضع مكونات البطاطا في كيس الكريمة، الكيس الخاص بالكريمة طبعا من أجل السكب. الآن راح نشوف كيف بدنا نسكب الدوشيز بوتيتو ونشكلها في الطبق. الآن تسكب البطاطا في الطبق على شكل هرم كما نلاحظ. الآن طبعا انتهينا من سكب حبات البطاطا للدوشيز. الآن طبعا توضع تحت السلمندر، أو يمكن وضعها في فرن على درجة حرارة عالية، يعني فوق 300 أو 250 ل 300. الآن كما نلاحظ، يعني بعد ما وضعناها تحت السلمندر أو داخل الفرن، نلاحظ أنه اتحمرت البطاطا من الخارج وأصبحت جاهزة الآن. طبعا هاي الدوشيز بوتيتو تقدم إلى جانب، كما ذكرنا سابقا، إلى جانب الأطباق الرئيسية مثل أطباق البيف فيليه، البيف ميداليون، البيف ولينغتون، البيف ريب آي، السيران ستيك، التيبون ستيك، جميع أنواع الدجاج المشوي، جميع أنواع الأسماك المشوية يمكن نقدم إلى جانبها هذا النوع من البطاطا. وطبعا بذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل الدوشيز بوتيتو. وإلى اللقاء، معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.